تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا وسط مدينة الديوانية معلنين تضامنهم مع المتظاهرين السلميين في عموم العراق. المتظاهرون طالبوا أيضا بتعيين حملة الشهادات العليا وعدم ركن العلماء والمتميزين وحرمانهم من العمل في القطاع الحكومي. لدينا حقوق عامة وحقوق خاصة. المطالب العامة هي تغيير النظام السياسي وإلغاء المحاصصة والأحزاب، وكذلك توفير فرص عمل للجميع، لكل المتظاهرين. وأما الأهداف الخاصة التي خرجنا منها حملة الشهادات العليا هو توفير درجات وظيفية أسوة بأقراننا الذين تم تعيينهم قريبا، والقضاء على الأحزاب والفساد في محافظة الديوانية. حملة الشهادات العليا انتقدوا الأداء الحكومي في المحافظة ووصفوا وعود الحكومة بأنها كاذبة ولم تلبي طموح المتظاهرين. يعني إلى متى احنا نبقى هيج؟ إلى متى محافظة الديوانية هي أتعس محافظة، أفقر محافظة، شوارع ما مبلطة، خدمات ماكو، أمن ماكو، نروح للدوامات الصبح الأطفال تطلع لابسين أكياس برجليهم من الطين، نحكي يا بلطونا والله فلوس ما عندنا، شنو فلوس ما عندكم؟ يعني من توصل لرواتبكم تقولون ماكو فلوس؟ تتنازلون عن رواتبكم؟ التظاهرات في مدينة الديوانية بدأت تأخذ منحا آخر يبين تعاطف جميع سكان المدينة مع المتظاهرين. من الديوانية عيسى العطواني، قناة الفلوجة.